هذه كاديلاك إكستي 4، سيارة الاسيوفي صغيرة الحجم والعملية التي تتمناها بمزايا فخمة تستحقها. مرحبا بك في كاديلاك. اليوم سنأخذك في جولة لتتعرف على كاديلاك إكستي 4 SUV 2023. هي متوفرة بثلاث فئات: فئة الفخامة وفئة الفخامة المميزة والفئة الرياضية. وتتميز إكستي 4 في مجموعة كاديلاك لكونها سيارة SUV صغيرة الحجم، تجمع بشكل مثالي ما بين الديناميكية الرياضية والتصميم الأنيق والمساحة العملية للركاب والأمتعة. كاديلاك إكستي 4 تخطف الأنظار وتتألق بحضورها بأسلوب كاديلاك الفريد. تتميز الفئة الرياضية المعروضة هنا باللون الرمادي المعدني جالاكتيك بتصميمها الأنيق الذي يشمل لمسة باللون الأسود اللامع على الشبك الأمامي وإطارات النوافذ الجانبية والقضبان السقفية، كما تتناغم الخطوط الحادة والمنحنيات الانسيابية مع عجلات الألمنيوم المزدوجة بخمسة أضلاع قياس 20 إنش بلمسة Diamond Cut Titan Satin، ومصابيح LED الأمامية المصممة على شكل الجواهر، والتي تتميز بنظام Intellibeam المتطور لضبط الإضاءة العالية تلقائياً بناء على حالة الطريق أمامك. وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، نرى أسطح المقاعد المتوفرة بلون قمحي فاتح مع تطعيمات باللون الأحمر وألياف الكربون الأصلية التي تتألق من خلال الإضاءة الداخلية الفاخرة، بالإضافة إلى نظام بوس سنتر بونت المحيطي المزود ب13 مكبراً للاستمتاع بتجربة صوتية مذهلة في جميع رحلاتك. ومع مساحة جلوس تتسع لخمسة ركاب بمنتهى الراحة، توفر إكستي 4 أكبر حيز خلفي للأرجل في فئتها. عندما تكون المقاعد الخلفية مستقيمة، هناك أكثر من 637 لتراً من مساحة الأمتعة خلفها، ومساحة كبيرة لحقيبة الجولف أو الأمتعة. وفيما يتعلق بتقنيات مقصورة القيادة، ستجد الكثير منها في الإكستي 4. يوفر برنامج تجربة مستخدم كاديلاك مجموعة من المزايا الملائمة والخيارات الشخصية عبر شاشة العرض HD قياس 8 إنش التي تعمل باللمس، وأداة التحكم الدوارة، ويمنحك النظام إمكانية توصيل هاتفك الذكي لاسلكياً للوصول إلى أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو المتوافقة. كما يتوفر في الإكستي 4 خيار الشحن اللاسلكي للهاتف. ولكن ماذا عن الأداء؟ تتمتع إكستي 4 بتمازج مذهل من القوة والكفاءة، تجده رهن إشارتك في أي لحظة من خلال محرك توربو سعة 2 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات. هذه السيارة الرياضية بامتياز تعمل بقوة تصل إلى 235 حصاناً وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر. بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام الدفع الرباعي المتطور المتوفر بقابض مزدوج تلقائياً عزم دوران للعجلات التي هي في أمس الحاجة إليها من أجل السحب الأمثل عند القيادة على الطرق المعبدة أو غير المرصوفة. يمكنك أيضاً إطفاء الطابعة الشخصية على محرك إكستي 4 سريع الاستجابة والتكيف مع الطريق أمامك باستخدام خيار وضع القيادة الذي يشمل وضع التجوال، القيادة الرياضية، ووضع نظام الدفع الرباعي المتوفر. وبخصوص السلامة والأمان، يتوفر نظام كاديلاك الذكي بشكل قياسي في إكستي 4، ويشتمل على مجموعة من مزايا السلامة ومساعدة السائق، بما فيها نظام الفرملة الأوتوماتيكية الطارئة، نظام الفرملة لمنع الاصطدام بالمشاة في الأمام، ونظام التذكير بالمقعد الخلفي وغيرها الكثير، بالإضافة إلى مزايا الأمان النشطة القياسية. توفر إكستي 4 أيضاً ميزات متقدمة متاحة مثل نظام الفرملة الأوتوماتيكية عند الرجوع إلى الخلف ومرآة الكاميرا الخلفية ونظام الرؤية المحيطية HD لتعزيز تجربة القيادة. ولمعرفة المزيد عن إكستي 4 قم بزيارة cadillacarabia.com. شكراً لإلقائك نظرة على إكستي 4 2023.